حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها بذكر الله؟ المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن استعمالها فضيلة وأنها من وسائل ذكر الله عز وجل فهذا بدعة. أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي هاجل عدها هذا من الأمور المباحة. أما اتخاذها دينا وقربة هذا يعتبر من البدع المحدثة. وعلى الإنسان إذا أراد أن يسبح الله عز وجل ويعد التسبيح بأصابعه بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا الذي ينبغي. أما اتخاذ المسبحة على أن فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعه على أن فيها فضيلة ولذلك تجد كثيرا منهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقونها في رقابهم هذا أيضا يدخل في الرياء وهو لا أصل له في الشرع. استحماله واستعمله يصبح من البدع المحتنى.